أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أخيرا انتبه الإعلام الإسرائيلي إلى ما كتبه حزب الله في جداريته ومعاريف تنقلها بالحرف بأن المعسكرات من داخل المناطق المدنية ستستهدف. الآن ترجمت إلى العبرية أخيرا، وكأنما صرح به حزب الله يوم الجمعة يعد في نظري على الأقل بعض الإعلاميين العبريين بأنه الانتقال إلى المرحلة الأكثر تقدما والأكثر دموية، واليوم كان حادث دموي بسقوط 70 من نخبة جولاني في معسكر بنيامينة، وهذا المعسكر سقطت فيه مسيرة ضربت تحمل صاروخا، ضربت الصاروخ ثم انفجرت في نفس الموقع ليزيد عن 70 بين جريح وقتيل. والمهم في كل ما يجري أن هناك 3 قتلى إلى حدود هذه اللحظة، 67 ضمنهم من يعتبرون في حكم الموتى أو جروحهم حرجة للغاية، والأمر يتعلق بسبع حالات على الأقل، فيما هناك 14 بجروح متوسطة، وهناك جروح عديدة، لأن هذه الضربة أولا أتت بخداع للمنظومة، كانت بإطلاق صواريخ وتغطية بصواريخ لتمرير هذه المسيرة. هذه المسيرة ليست مسيرة عادية، إنما مسيرة حاملة لصاروخ ضربت الصاروخ ثم انفجرت في الهدف. فكان هذا أمرا واضحا جدا، سقوط 70 بين قتيل وجريح. وفي الصباح نتحدث عن 28 في حادثين منفصلين، وذلك في الجبهة جنوب لبنان، ليرتفع العدد بشكل واضح وباعتراف إسرائيل إلى حدود 100، 100 في أقل من 12 ساعة. هذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل من قوات النخبة الآن قد تلقت فعلا ضربة صعبة للغاية، ورغم تأكيدات جالانت الآن بأن لا بد من استمرار هذه المعركة ولا بد من الوصول إلى تدمير كل ما يتعلق ببلدات جنوب لبنان، لن تبقى واحدة في الخارطة على حد زعمه، قبل أن تأتي هذه الضربة في قلب شمال إسرائيل لتطرح عشرات الأسئلة. مهم جدا الآن أن نؤكد على تطور رئيس لأول تنازل يقدمه نتنياهو. نتنياهو رفض أن يتلقى ثعد هذه المنظومة إن لم يكن هناك مواصلة للعمليات كما في هذا السياق، دون شرط، وأن تكون ثعد في تل أبيب. فطلب بايدن أن تعزل بيروت في مقابل تل أبيب لينتصر حسن نصر الله في استشهاده في واقع الأمر، لأنه هو الذي وضع بيروت في مقابل تل أبيب. وتأخر جدا لسبب بسيط، لأن اللبنانيين كم احترموا ألا يمسوا بالمدنيين إلى حين أن وصل عدد شهداء مدنيين في لبنان إلى 2000، وبعد 2000 لم يعد شيء يعني سوى ضربات موجهة مباشرة لعلي عازر، لكل القواعد، الخط الأول الدفاعي في حيفا، وبعد ذلك جاءت ضربة الدرونات. وتخوف الأمريكي من أي ضربة ضد تل أبيب تجعل من ثعد من دون أدنى فاعلية. وهكذا قبل نتنياهو، وهذا الذي ذكرناه في وقت سابق بأنه أصل الخلاف حول ثعد، والمكالمة التي جرت وهي مكالمة ثانوية على الأقل ما يسمى بالحمراء تحت الخط الأحمر، وهذا الهاتف الأحمر الذي حمل بين الوزير الأول الإسرائيلي والرئيس بايدن قبل بموجبه نتنياهو عزل بيروت
لا قصف لبيروت بفعل هذا التطور الاستثنائي في ضرب هرتسيليا في ضرب الضواحي مرتين، مرة بدرون والمرة الثانية بسرب، وكانت قد أصابت بشكل كبير في تل أبيب. ورغم التغطية التي عمل عليها الإسرائيلي لـ24 ساعة، لكن المكالمة جاءت وبايدن يوضح له الخسائر بتفصيل. فقال له نتنياهو: هل تتجسس علي؟ هكذا إلى هذه الدرجة وصل الحال في التسريب في هذه المكالمة. على أي حال، نقلنا جزءا من هذه المكالمة وأوضحنا الخلاف قبل أن يتصل نتنياهو ويعزل بيروت بفعل النيران، نيران الدرونات التي وصلت إلى هرتسيليا. وبعدها وبساعات وجدنا ضربة ضد معسكر بنيامينا ليحسم هذا الوضع باتجاه اليوم إدراك واسع في ملاحظات هامة أهمها: أول تراجع منذ طوفان الأقصى أمام الأمريكيين، فالذي رفض كل ما طلبه بايدن في رفح وفي غير رفح وما بعد رفح وكل هذا، وفي جنوب لبنان وبالساعات بالدقائق إلى آخره بترتيبات الأجندات، كل هذا كان يحرقه لسنة أحرقه فأحرقته في واقع الأمر وصول هذه الدرونات إلى هرتسيليا، وأصبح مضطرا أمام فكي كماشة، لأن أمام الرد على الضربة الإسرائيلية المرتقبة فهو متخوف، ولا بد له أمام الهجوم ونجاع الهجوم الإيراني وأمام إطلاع العالم أن هناك 3 مليارات دولار خسائر عسكرية ومدنية في الضربة الإيرانية، 3 مليارات دولار. واليوم وأمامنا هذا الاستثناء الشديد الأهمية، لا تستطيع إسرائيل بالمقلاع وبحيتس وغيرها أن تجابها إيران، لذلك تحضر أمريكا آخر درتها صاد. وحضر ثاد الآن إلى تل أبيب، لكن قبلها اشترط بايدن ألا يكون قصف قد يزعزع الثقة في ثاد، ولذلك فلا بد من تأمين بيروت في مقابل تأمين تل أبيب، وهكذا تصبح معادلة الشهيد حسن نصر الله هي القائمة الآن، ويستند إليها بايدن من أجل حماية تل أبيب. على كل حال، إذا هذا التدقيق الشديد الأهمية بالنسبة لي وضعين هامين للغاية. الوضع الأول هو وضع للمسيرات، ستكون التجربة الأوكرانية تماما لحزب الله في استنزاف القوة الإسرائيلية، وهي أضعف بكثير من روسيا، ولذلك فإن استمرار حرب الدرونات ستجعل هذا الجيش جيشا خارج المربعات الكلاسيكية. ثاني مسألة، أن نتنياهو عندما بدأ أول تنازل سيصبح في تنازلات أخرى وسيصرخ لسبب واحد، لأن مجرد إسقاط 100 في يوم واحد بين قتيل وجريح هذا هو التطور الاستثنائي. أننا نتحدث عن قوات رئيسة، قوات نخبة، جولاني وإتسيوني 6، هذا معناه أن 92-20 أو 9220 صباحا، وأيضا هناك خسائر إضافية لباقي الجرحى، ثم هذه الضربة باتجاه بنيامينا. وكان واضحا جدا أن الخدعة للدفاعات الجوية أصبحت متوقعة، لنجد الجميع وقد فرضت ظروف الحرب أن يقدم نتنياهو لأول مرة تنازلا ميدانيا حاسما. وما دام قد بدأ نتنياهو في التنازل فسيكون بعدها تنازلات أخرى، لأن ما صعد إليه نتنياهو وما أراد أن يحققه وما فكر فيه
فكر في البقاع وفكر في بيروت لينتهي الأمر به إلى أن يقبل لأجل تمرير الضربة الإيرانية القادمة أو الرد الإيراني على الضربة الإسرائيلية المتوقعة أن يكون هناك أمريكيون. الآن يقول الأمريكي إنني أنزل 100 جندي أمريكي على أرض إسرائيل، وهنا من أجل إبعاد جوش دان عن هذه الضربات. إذن محاولة حماية، لأن القدس محمية أمام هؤلاء الذين أساساً قادوا هذه العملية من أجل حماية القدس وتل أبيب جوش دان، ولذلك فالبقية الباقية لا يهتم لها الجميع. فالأمريكيون تخوفوا من هذه الضربة عملانياً، تقول يدعوت أحرنوت التأجيل أتى لأن هناك فشل في واقع الحال واستخدام آخر طراز، هذا الذي يعني أن الضربة الإيرانية لم تكن فاشلة ببساطة شديدة، فقد اخترقت كل الدفاعات، استهزأت في واقع الأمر بكل حدس وحدس 2-3 إلى آخره، كذلك الشأن بالمقلاع وغير المقلاع. وقد أهان نتنياهو الصناعة الأمريكية بشأن باترياط وسحبه من الشمال ليقود هذه العملية الآن في مقلاع داود وحيتس والقبة الحديدية وغيرها. اليوم هي تعزل بشكل واضح للغاية، ويستدعي الإسرائيلي صاد كآخر إنتاج أمريكي من أجل حماية تل أبيب، لأن تل أبيب بالنسبة إليه الآن هي آخر ما لم يمس من إسرائيل. وواقع الحال أن الكل حافظ على هذه النقط، فأيضا حزب الله ضرب في الضواحي كضاحية الجنوب، ولا يزال يحرص على بيروت ليقول إن تل أبيب هناك وبيروت هناك وأنا ضاحية جنوبية وضربت ضواحي تل أبيب في إرسيليا. هذا الأمر الذي يجعل من حزب الله حزبا يحاول أن يحمي بيروت أمام قرارات لحرب ضروس أراد تدمير كل بيروت. هذا صرح به أكثر من مسؤول وقال جالانت هناك من يستغل بيروت من أجل ما سماه بمخازن. إذن هناك 70 بين قتيل وجريح، هناك 28، نحن نتحدث عن حوالي 100، ويتجاوز ذلك بالنسبة للجرحى عبر الضربات الأخرى التي كانت دقيقة على الأقل في مسرحين قتاليين. كل هذا جعل إسرائيل لأول مرة تصبح وتمسي على دم مسفوك تماما، كما فعلت بالآلاف في غزة وفي لبنان. وباقي الملاحظات جعلت من أولا الجيش الإسرائيلي ينتبه بأن جنوب الجولان سيكون هدفا، وضمن هذه الأهداف قصف تسنوبار، هذا شيء هام للغاية. وأهم من كل هذا جنوب الجولان، والآن كل الخط الدفاعي لحيفا، ومن ثم أيضا ما حدث في بلدة ميس الجبل، وكان هذا استعادة كبيرة جدا للميدان من خلال عمليات في راميا في غيرها، ليتأكد للجميع أن هناك اليوم أكثر من 150 جريحا، أكثر من 52 منهم جروح متوسط، أن 13 عنصرا في تسنوبار أصيبوا. هذا الذي يجعل من هذه الوضعية وضعية دقيقة، وصلت في كل الإصابات إلى حدود 200، وذكرها نتنياهو حوالي 200 من الإصابات، إن تأكدنا من هذه الإصابات إصابات طفيفة. وهذا اليوم هو يوم يشكل المنعرج انطلاقا من أمرين: تصريح عراقجي بأن الأمريكيين في إسرائيل يعدون بمثابة أهداف مشروعة، المسألة الأخرى والأكثر أهمية وصول عدد الإصابات في إسرائيل داخل الجيش إلى 200. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.